ضيفتنا اليوم في أنا الشاهد هي نوال الهمساوي، مواطنة سعودية أطلقت على الإنترنت حملة لمناهضة العنصرية ضد السود التي تنتشر كما تقول ليس فقط في بلدها السعودية ولكن أيضا في أنحاء مختلفة من العالم العربي. نوال تنضم إلينا الآن عبر خدمة الإنترنت من مدينة جدة. أهلا بك معنا يا نوال، بداية احكي لي ما حصل بالضبط، لماذا بدأت هذه الحملة لمناهضة العنصرية ضد السود ولماذا أطلقت عليها هذا الاسم المثير للجدل العبدة؟ العبدة حملة بدأتها بسبب أنه قد تعرضت لموقف استخدمت إحداهن هذا الوقت يعني استخدام وصف العبدة، فرغبت أن أستخدم هذا نفس المصطلح لأنه صادم وسيجذب الانتباه. أصبحت أشبه بمن يحمل مرآة يوجهها إلى المجتمع ليرى ما تنعكس من الوقائع والحقائق التي قد ربما لا تسر الناظرين، ولكن هذا ما يحدث. تقولين أن هذا الوصف أو هذه الكلمة دارجة الاستخدام في المجتمع السعودي، فلماذا قررت الآن يعني بدء هذه الحملة؟ كما أنك قمت برفع قضية في المحكمة على السيدة التي وصفتك بهذا الوصف. لفظ العبد أو العبيد أو عبدة هو لفظ دارج في المجتمع العربي ليس سعودي فقط، لدي أصدقاء من الشام ومن دول أخرى يستخدمون هذا اللفظ. أنا عشت في أمريكا قرابة 10 سنوات وكانوا دائما يتحدثون ليس كلهم، هناك في قليلة منهم عندما يتحدثون عن الأفريكان أمريكان أو الزنوج كانوا يصفوهم بالعبيد، وهناك أيضا في الشام فول العبيد أشياء معروفة مثلا بعض الجالية الفلسطينية ومن الدول العربية وغيرها بالتحديد، فهي مشكلة عربية مشكلة إنسانية. رغبت في أن أرفع قضية لأني أريد أن أحول الموقف من سلبي إلى إيجابي ويكون نقطة تعليم وتحول. الرأي العام في السعودية قد لا يعي بأن هناك مساءلة وملاحقة قانونية، لأن استخدام الألفاظ المهينة هي جريمة تعاقب بالسجن والجلد في السعودية. لذا عندما تريدين أن تغيري وتصنع التغيير لابد أن تعملي شيء غير متوقع أو غير المعتاد عليه. عادة قد يتم التجاهل أو الرد بالعنف، لكن أرد أن أفعل القانون وأن أوعي الناس أن هناك قوانين. لا نستطيع الدخول في تفاصيل هذه القضية يا نوال طبعا لأنها لا زالت منظورة أمام المحكمة، ولكن احكي لي عن ردود فعل الناس من حولك وفي العالم العربي عندما بدأت هذه الحملة، وخاصة أنك كما ذكرت هذه الكلمة تستخدم من قبل الكثير من الناس دون أن يدركوا أنها مهينة. الغالبية العظمى من الناس تعاطفت وكانت داعمة جدا للهاشتاج وكتبوا بكل تشجيع وكتبوا بكل تأييد، ولكن هناك أقلية ربما رأوا أن فكرة الهاشتاج غير لائقة من وجهة نظرهم لأسباب مختلفة. بالأخير هو كلمة صادمة، وعندما يستخدمها الفرد قد تزعج، يعني حتى إذا كان هو الشخص يستخدم هذه المفردة لا يريد أن يتم مواجهتها. عندما نحن تعودنا الكلام المكتوب أن يكون أكثر لباقة والكلام المحكي أن يكون عامي وربما خارج، عندما تجدي أن اللغة المكتوبة أصبحت على نفس المستوى قد يكون الموقف صادم، وكان هذا هدفي، أريد أن يجعلهم يعرفوا كم هي صادمة وجارحة ومؤلمة هذه اللغة، هي ليست كلمة يستهان بها وهي مع الأسف تستخدم كمرادف لكلمة أسود أو أسمر، ليس بالضرورة لتحقير ولكن قصدي لوصف مجموعة من الناس مجموعة من العبيد. هل تعتقدين أن ما قمت به سيصنع تغييراً حقيقياً في المجتمعات العربية عموماً؟ أم أننا بحاجة إلى شيء أكبر، بحاجة إلى توعية؟ أم إلى قوانين حتى؟ بالتأكيد هناك تغيير، أنا جدا سعيدة ببعض الملاحظات التي وصلتني من المتابعين بتويتر، هناك من فقط مجرد أن الحوار، بدأنا بالحوار، بدأنا أن نناقش، لأن الاعتراف بمشكلة هو أول خطوات الحل، هذا بنفسه إنجاز وأحد الأهداف التي تحققت أننا الآن بدأنا نناقش والناس
يشاركوا بقصصهم بعد أن كانوا جدا متحرجين وكانوا يشعرون بالخجل ويلومون أنفسهم ويتقوقعون ولا يريدون أن يواجهوا العنصرية، كانوا ينسحبون. وهناك من الناس الذين يستخدمون اللفظة قالوا أنهم سيتوقفون عن استخدامها، وهذا جدا رائع. إذا غيرت شخص واحد غيرت أمة، لأن الأجيال التي تطلع من هذا الشخص التي تكون حول هذا الشخص لابد أن تتأثر بفكره. وأيضا من ناحية القوانين مناقشتها بهذه الطريقة ربما تحفز الحكومات بتطبيق القوانين الموجودة، وإن في بعض الدول العربية لا توجد مثل هذه القوانين، ربما آن الأوان لاستحداثها وتفعيلها. طيب ما هي أمالك يا نوال في المستقبل؟ هل تودين التركيز على هذا المجال، على النشاط في مكافحة ومناهضة العنصرية في المجتمعات العربية؟ قضية مناهضة العنصرية هي قضية حياتي وسأكون مركزة بها لآخر يوم. أنا مناهضة للعنصرية والتمييز بكافة أشكاله. التمييز ضد المتعلق باللون هو أحد أنواع التمييز، وهناك تمييز أسوأ، التمييز بناء على الدين، على المذهب، على القبيلة، بناء على الجنس، على الجنسية، التمييز ضد المرأة، التمييز ضد المعاقين، ذوي الاحتياجات الخاصة، التمييز بناء على الشكل، الوزن، التمييز تتنوع أشكاله. وأنا جدا مهتمة بتوعية المجتمعات وتدريب أفرادهم من منسوبين دوائر حكومية وجهات إعلامية كيف نناهض التمييز حتى يتقبل الإنسان واقعه، وبمعنى لا تكون هناك ضغوط على المرأة أن تظهر بمظهر معين لأن وسائل الإعلام تفضل لوك معين ومثل هذا. فأنا فعلا أتمنى زيادة الوعي فيما يتعلق ب مناهضة التمييز بكافة أشكاله وتنمية الوحدة الإنسانية بين جميع البشر. طيب هل تعتقدين أن الناس عندما يتلفظون بمثل هذه الألفاظ والكلمات هل يعون فعلا أنهم عنصريون؟ وما نوع العنصرية التي قابلتها أنت؟ هل كانت من خلال الألفاظ فقط أم كان لها أشكال أخرى؟ تعرف العنصرية والاعتقاد بأن عرقك يسمو أو يدنو عن عرق آخر، أو أن تعتقد بأن هناك عرق يسمو أو يدنو عن عرقه، هو أيضا أن تعتقد بأنك يمكنك أن تتنبأ أو تعرف أنك على معرفة بالشخص وتفكيره وهويته وكل ما بناء على لونه وعرقه. هذا هو تعريف العنصرية. عندما نتحدث عن العنصرية كلمة لا تحصر فقط العنصرية، قد يستخدمها جاهل لا يدرك أن كلمة عبد لا تعني أسود وليست مرادفة لكلمة أسود، وقد يستخدمها شخص عنصري يتعمد احتقار الآخرين وأنه يرى أنه أفضل من السود أو أن السود أقل منه. فقد تستخدم من مختلف الأشخاص. مجرد أن يستخدم الشخص ليست بالضرورة دليل على أنه عنصري، ومجرد أن لا يستخدم الشخص ليست ضرورة على أنه ليس عنصري. هناك عنصرية مبطنة وتستخدم أساليب خفية غير ظاهرة ويصعب ملاحقتها قضائيا وقانونيا. طيب أخيرا يا نوال، ما هي محطتك القادمة في هذه الحملة؟ المحطة عن الترويج لجمعية آدم. جمعية آدم هي مبادرة غير ربحية تهدف لمناهضة التمييز وتهدف إلى نشر ثقافة الوحدة والانتماء بين جميع البشر، الوحدة الإنسانية. الآن هناك دعوة موجهة لجميع المبدعين والفنانين أن يعبروا عبر الفن، سواء كان شعرا، نثرا، رسما، تصميما، بكتابة القصة القصيرة أو تصوير فيلم أو حتى بالصور التعبيرية. عبروا عن الوحدة الإنسانية، عبروا عن مناهضتكم للعنصرية والتمييز، عبروا بفنكم وأرسلوا هذه الأمثلة أو تعبيراتكم وسنعرضها للجميع، لأن الفن رسالة وهي أحد الطرق التي نخاطب بها عقول وقلوب الناس. ونحن نتمنى لك التوفيق يا نوال في هذه الحملة. شكرا جزيلا لك.